بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الحادي عشر لمادة التربية الإسلامية. طلابي، نحن سنلتقي معكم في كتاب التربية الإسلامية للصف الحادي عشر لكافة الفروع، وهذا المنهاج هو منهاج جديد، وجاء هذا المنهاج انطلاقا من الرؤية الملكية السامية ومن المركز الوطني لتطوير المناهج، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في أداء رسالة، هذه الرسالة المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية، وذلك بغية تحقيق التعلم النوعي المتميز. لذلك جاء هذا الكتاب طلابي منسجما مع فلسفة التربية والتعليم وخطة تطوير التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الكتاب جاء محققا للمعايير في الإطار العام والإطار الخاص، وهذه المعايير ومؤشراتها وأدائها، والتي تتمثل في إعداد جيل مؤمن بالله تعالى بشخصية إيجابية متوازنة، معتز بإيمانه وانتمائه الوطني، وملتزم بالتصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، متمثلا ذلك بالأخلاق الكريمة والقيم الأصيلة، وملم بمهارات القرن 21. نقول طلابي، جئنا في الحديث بكتاب التربية الإسلامية، وهذا الكتاب الذي مبني على التعلم البنائي المنبثق من النظرية البنائية التي تمنح الطلبة الدور الأكبر في عمليتي التعليم والتعلم، حيث تمثلت العناصر الأساسية في الدرس أن تبدأ بالتعلم القبلي والفهم والتحليل، ومن ثم الإثراء والتوسع والمراجعة والتقويم، أيضا العمل على إبراز المنحنى التكاملي بين محاور التربية الإسلامية، والعمل على دمج المهارات الحياتية والمفاهيم العابرة. لذا جاء الكتاب على أربع وحدات وضع لها عناوين من كتاب الله عز وجل. فالوحدة الأولى جاءت بقوله تعالى: فألف بين قلوبكم. والوحدة الثانية جاءت بعنوان: وجاهدوا في الله حق جهاده. وفي الثالثة: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الرابعة: فليعبدوا رب هذا البيت. المتمحص والناظر للعناوين الأربع للكتاب يرى أن هذا الكتاب جاء منسجماً وليعزز مجموعة من الكفايات الأساسية، مثل كفايات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد والكفايات اللغوية وكفايات التعاون والمشاركة وكفايات التقصي والبحث وحل المشكلات. ولا شك أن ضمان استيعاب وتملك الطلبة لهذه الكفايات يتطلب بعض التغيرات والتطوير في طرائق التدريس وآلية التقييم المستخدمة لتوجيه وإدارة منظمة من الكادر التعليمي الذي له أن يجتهد في توضيح الأفكار للطلبة جميعا. طلابي الأعزاء، الناظر للعناوين يرى أنها تنسجم شيئا فشيئا مع الدروس المتبعة. فكما قلنا في الوحدة الأولى جاء الحديث لعنوانه تعالى: فألف بين قلوبكم. فتضمنت الوحدة الأولى الدرس الأول جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم. بعد ذلك ننتقل لسورة من آل عمران، لآيات من آل عمران، هذه الآيات التي توضح للطالب مدى أهمية الإنسان في التعامل مع من حوله من الناس، وأن يذهبوا إلى الاعتصام بحبل الله، وأن يكون بينهم
قوة من تآلف قلوبهم مع بعضهم البعض. بعد ذلك ننتقل للحديث عن خصائص الشريعة الإسلامية، وقد أخذ الكتاب والكاتب منها الإيجابية. وبعدها ننتقل للحديث عن الأخلاق في الإسلام، والذي يتضمن بداية وصورة أساسية لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أراد الله أن يمتدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيضاً عندما سئلت سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. بعد ذلك ننتقل لعنوان جديد من عناوين التربية الإسلامية، وهذا العنوان هو العزيمة والرخصة، أي الرخصة التي منحها الله عز وجل وأعطاها لمن لا يستطيع أن يؤدي العبادات في حالات خاصة كالصوم وغيرها والزكاة، ونذهب إلى الحج وغيره من رخص الله عز وجل. بعد ذلك ننتقل للحديث عن عنوان الوحدة الثانية، والمتمثل بقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. فتبدأ الوحدة بسورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة آل عمران. وبعد ذلك ننتقل للحديث عن جهود العلماء في السنة النبوية. ولاحظوا طلبتي، في الوحدة الأولى جهود العلماء للقرآن الكريم، وفي الوحدة الثانية جهود العلماء في التعامل للحفاظ على السنة النبوية الشريفة. بعد ذلك ننتقل للحديث عن عنوان مهم، وهو الزواج، مشروعيته ومقدماته، ما للزوج وما للزوجة، وماذا يقدم الزوج للزوجة وغيرها. بعد ذلك ننتقل للحديث عن الجهاد في الإسلام، ومن ثم الحديث عن معركة مؤتة الخالدة بنفوسنا. ثم ننتقل للوحدة الثالثة، والتي جاءت بعنوان: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الوحدة جاءت مقسمة على 5 دروس. في الدرس الأول جاء الحديث عن سورة فصلت، ومن ثم الحديث عن سورة عن الحديث النبوي مجتمع الخير، ومن ثم الحديث عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومن ثم الحديث عن المحرمات من النساء، ومن ثم ننتقل للحديث عن علماء من بلدي في الأردن. ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن الوحدة الرابعة، والتي جاءت بقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجاءت الوحدة مقسمة على بداية في سورة الجاثية، ثم ننتقل إلى الحديث من صور الضلال، ثم الانتقال إلى أحكام عقد الزواج. وهنا يكون الحديث ما بين عقد الزواج وعنوان درسنا السابق والربط بينهما، ألا وهو الزواج مشروعيته ومقدماته. ثم ننتقل للحديث عن الحقوق المالية للمرأة في الإسلام، ما لها وما عليها من حقوق. بعد ذلك ننتقل إلى العنوان الأخير في كتابنا وفي الوحدة الرابعة، ألا وهو الأمن الغذائي في الإسلام. في حديثنا عن الأمن الغذائي في الإسلام طلابي، سيكون لنا لقاء مع عدة موضوعات. من أهم هذه الموضوعات في هذا الدرس، أولاً ما هي أهمية الأمن الغذائي، حيث أن هذا الدرس يدعونا للدعوة إلى العناية بالزراعة، العناية بالأسواق، النهي عن الإسراف والتبذير، ثم الدعوة إلى الالتزام بتقوى الله عز وجل وصلة الأرحام وغيرها من الموضوعات المهمة. هذا طلابي الحديث بالنسبة لكتاب التربية الإسلامية، ففيه ما فيه من أحاديث نبوية، فيه ما فيه من آيات قرآنية تحث الطلبة، تبني فيهم البنيوية كما قلنا لكم في بداية الحديث. ونحن في حديثنا عن هذا الكتاب، فإننا نأمل أن يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لبناء الشخصية لدى طلبتنا، وتنمية اتجاهات حب التعلم ومهارات التعلم المستمر.
سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يعيننا جميعا طلبة على تحمل المسؤولية وأداء الأمانة. فشكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم طلبة الأعزاء.